ام جي اعز حاجه عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على اصعب الدهون. قطره واحده من بخيل سانكونا تقضي على اصعب الدهون والبقايا اللاصقه. واو يلمعوا. وهذا من المسحه الاولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبيه فاوحه وكل عطر بخيرها سابقه في كل وقت ما تلقاها كان هي. خطر هي الحره والحلوه والذهبيه. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. أنا خديجة جيت اليوم باش نعيش الإكسبرينس توب ديليس من المعمل النظافة والعفيفة كل شيء كنترولي بالملي. ماكينات جدد ظاهر اخر مصادر في التكنولوجيا. تقول شعلينا في الاوروب اما احنا في تونس بالضبط في سيدي بوزيد. بالحق حاجه تشرف ديليس والله سي توب. القيصر بدنا تعيش معانا. بذره صدق زرعناها كبرناها ولا نهار عليها بخلنا. جيل ورا جيل مسؤوليه ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتم عز ما تختار. نيلاس تونوير ديكوراسيون اي ار دوتال او ام اس طيب كيما ان غران شيف. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها. ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. ليبيدور هي الأصل. عسلامة ومرحبا بكم في باتل شيف لاغوسيت. معكم شيف بشيل لافيدي. اليوم باش نعملوا سلاد دو بات. اليوم اخترت ليبيدور مكرونة روسول. ما تشدش وقت في التطيب وما تعجنش وباش تساعدنا باش نعملوا السلطة بتاعنا اليوم. نحيو الختام تاعنا باش نصبطو المكرونة. الملح والماء تاعنا. نخليو المكرونة تاعنا تيب ونبداو نحضرو السلاطة تاعنا. اونتخ تو طابت المكرونة ناخذو شوية ليتو نجيبو البول. شوية طماط شريس شوية مايس شوية شوكينيو توا المكرونة بتاعنا تابت سيفون نجمو نحيوها نحطوها تبرد. نعملو لها شوية زيت زيتونة نخليوها في الفريجيدير تبرد. نحط المكرونة بتاعنا مع السلطة. حطوا شوية ملح في الفلاكل شوية زيت زيتون. طبعا نعمل الدريساج بتاعنا. ناخدو شوية جبن وشوية زبيب.
شوية زيت زيتون من فوق. وهكا تكون الرسالة بتاعنا اليوم. حضرت نذكركم ان احنا عملنا سالاد دو بات. خذينا لوتو والخس توماتي فريز مايس شامبينيون وخذينا بيان سور بات ليبيدور وسور. عطاتنا تكستور مزيانة ومنظر مزيان في الصحن. وان شاء الله تكون عجبتكم الغوسيت اليوم. كانت هذه بات الشيف لغوسيت. نتقابلوا في حلقة اخرى. ام جي اعز حاجة عندك كل يوم. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على أصعب الدهون. قدرة واحدة من بخيل سانكونا تقضي على أصعب الدهون والبقايا اللاصقة. واو يلمعوا. وهذا من المسحة الأولى. بخيل رقم واحد في تونس. ذهبية فاوحة وكل عطر بخيرها سابقة. في كل وقت ما تلقاها كان هي. خطر هي الحرة والحلوة والذهبية. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. محليها الحياة مع بريزيدان. أنا نسرين جيت اليوم باش نعيش الإكسبرينس توب ديليس. اليوم عرفت اللي معامل ديليس موجودين في المناطق اللي تنتج أوفروا أحسن كاليتين تحليب. هكاكا يختاروا لكم أحسن حليب أحسن جودة. ديليس ديما في التوب. القيصر بنا تعيش معانا. ديليس أحسن ما فهم. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا. جيل ورجيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. بتام عز ما تختار. نيلا ستونغر ديكوراسيون اي ار دوتال. او ام اس طيب كيما ان غران شيف. ستانلي فير ديزاين فيلينغ. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها. ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. ليبيدور هي الاصل.